السلام عليكم أوفياء أنا ومتتبعي فقرة النهار أوتو عبر الصفحات الرسمية لقناة النهار على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم 13 أفريل 2018، وحنا متواجدين كما جرات العادة بسوق السيارات المستعملة بالقليعة. مشاهدينا، في الآونة الأخيرة تعرف هذه الأسواق ضجة كبيرة لأن الجميع يرتقي بانهيار الأسعار من أجل الشراء نظرا للغلاء الفاحش لعرفات السيارات منذ مدة. لكل من يهمه أمر السيارات تابعونا، رايحين عرفوكم على بعض السيارات اللي تقربنا من أصحابها اليوم بالقليعة. بدينا جولتنا بسيارة فابيا ترقيم 2012. هاد السيارة ماشية 180 ألف كيلومتر وفيها سبيغة في البابين جهة السائق والجناحين، واللي شافوا هاد السيارة قالوا لنا أنه السعر ديالها حبط بزاف وساوموه اليوم ب 93 مليون سنتيم. ثاني سيارة هي الأكثر جدل في الجزائر واللي الكل يترقب بالسعر ديالها، رونو سامبول من عام 2016، ماشية 82 ألف كيلومتر وما فيها السبيغة، والملاحظ أنه حافظت على السعر ديالها مقارنة بالأسبوع الفارط وسوموه اليوم ب 138 مليون سنتيم. الكومبيوس 2015 وصل السعر ديالها اليوم ل 160 مليون سنتيم. هاد الكليو ماشية 75 ألف كيلومتر وبالنسبة للهيكل نقية وما فيها السبيغة. سيارة أخرى نعرفكم عليها مشاهدينا الكرام، سوزوكي سيليريو ترقيم 2010. هاد السيارة ماشية 368 ألف كيلومتر وصاحب السيارة قالنا أنه فيها سبيغة في الكابو فقط، وبالنسبة للسعر حبطت شوية مقارنة بالأسابيع الماضية لأنه سوموه 63 مليون وراو طالب 75 مليون سنتيم. نروحوا لإيبيزا من عام 2013، ما ساوموهاش اليوم في سوق القليعة وما قدرناش نعرفوا وين راهي لاحقة. صاحب السيارة قالنا أنه ماشية 150 ألف كيلومتر وما فيها السبيغة. نروحوا الآن لكليو الشهيرة عند الجزائريين بكليو دبزة ترقيم 2001، ماشية 453 ألف كيلومتر وفيها سبيغة في الجناح، وبالنسبة للسعر طولوا 57 مليون سنتيم وراه يقول ما راهيش بعيدة.
نختم جولتنا لنهار اليوم بالجديد وتحديدا بسيارة 2018 إيبيزا 2018. هذه السيارة ماشية 1000 كيلومتر فقط وجديدة ما فيهاش صبيغة. ولاحظوا أنه طلع السعر ديالها اليوم وسموه ب 247 مليون سنتيم وما باش. كانت هذه مشاهدينا جولتنا لنهار اليوم، ولمزيد من التفاصيل أرقام الهواتف موجودة على الشاشة. نقول لكم أبقوا أوفياء للنهار أوتو، وتعرفوا دائما على جديد أسواق السيارات في الجزائر. سلام.